ايوان، اهلا وسهلا فيكم على قناتي. اسمي نادية، اللي ما بيعرفني اليوم مثل ما شفتوا على الشانل عنا ديف. هاي جايز، انا سيبو، هو برفيوم اكسبرت. انا باخذ رايه بكل شيء برفيومز بدي اجيبهم، عن جد كثير بحب كيف بينصحني وبيعرف شو السانس اللي انا بحبها. فجايز روحوا اعملوا سبسكرايب للشانل تبعه، اعملوا له فولو على انستغرام. اذا بتحبوا تعرفوا شو السانس فيكم تبعتوا له البرفيوم يلي انتم بتحبوه، هو بيشرح لكم عنه سو بتعرفوا اكثر عن حالكم. yes. واليوم سيبو بده يعمل شغلتين لاول مره. okay. اول شيء انا بدي ادوق المت لاول مره. يب. ولا مره دقيق سو حنشوف كيف. اول مره. ثانيا مثل ما شفتوا في الميك اب قدامنا، سو اليوم بدي اعمل لي ميك اب. اوكي، حنجرب نعمل ميك اب. حنحاول. سو حقلكم شو في بعدين نبلش. سو انا حطيت له اول شيء فاونديشن، كونسيلر، الباليت، بلاش، برونزر، باودر. اوكي. هلا هو ما عم يفهم شو عم بحكي، بس عم بقول لكم اياهم ان جنرال. اي لاينر. هلا بعرف انه عرفت هو الاي شادو. الاي شادو هيدا فاونديشن. اوكي. سو هيدا الفاونديشن، عندك كونسيلر بيجي معه، هو اول تو ستيبس، باودر، اوكي، برونزر، بلاش. كلهم من ديفرنت براندز ما هيك؟ ايه ايه. Alright. كل واحد من براند. بعدين عندك اي شادو للحواجب، هايلايتر، عندك اي لاينر، حمرة، كونتورات، والليبستيك. هون عندك جلوتي ليبستيكس، عندك مات ليبستيكس، وعندك ماسكر. اوكي. وعنده الماتة. A lot to process. So... ايه نشوف. ايه. هلا بدي اسكب له الماتة تيدوقها. لازم اخلطها ولا نو نيد؟ نو نو نو. هلا بدك تتركها شي 2 minutes. ايه لبين ما تاخد. وهيك يعني ما بيعرف الماتة هي مثل بتجي من الارجنتين، بتحطوا انتو مثل شاي فلت بقلب الكباية، بتحطوا البامبيجا من فوق يلي بتفصل الشاي عن الشليمونة اذا بدي تسهلها. سو انتو بتاخدوا الشاي مع الماتة بلا ما تاخدوا الليفز تبعها، وبدلكم تجددوا مي، فانتو فيكم تشربوها لكذا ساعة، تسخنوا المي ترجعوا تشربوها. منو مضطرين انه اوكي خلص الفنجان، يعني خلصت كل شيء. وعندها كتير بنفتس، فوتوا اقروا عنا اذا عبالكم، لانه هيك بيكونوا عن ديتاي اكتر. انا كتير اكسايتد. ايه للشغلتين. سو هلا منشوف كيف بدنا نظبطهم كلهم سوا. خليكم عم تحضروا. سو جايز هلا عم يستكشف على الميك اب سيبو، وبدو يدوق معنا لاول مرة المادة. اوكي. دوقة خلاص. شوي شوي هيك براس شفافك، ما تحط لسانك على الهيدي تما تحرق. It's very earthy. أنا بتحسها أول مرة مرة، بس بعدين ما بتعود مرة لأنه بتخف كل ما تزيدوا ماء. كأنه شاي بس انتنس. Exactly. كتير حبة تانجر. كتير طيبة عن جد. أول مرة بدوقها جايز. كتير. أنا بلشت بالمتة تقريبا من شي 9 أشهر. أوكي. Okay. أول مرة دقت المتة كنت هيك على الأد هيك كان وجهي وحيت الله. بعدين قريت عن البنفتس تبعه وهيك، قلت انه صحيح انه مره شوي، وانا معوده انه الشاي تبعي يكون 10 كيلو سكر. واو. فكان كثير فرق بالنسبه لإلي. بعدين تعودت عليها، صار انه كل ليله لازم اعمل ماتي وضلني عم زيد مي واشربها وعم بحضر. سو ايه صار شيء كثير اساسي بحياتي. ثانك يو ناديا عن جد. صحتين. يس، ذس واز ا بيج سربرايز لإلي. سو هلا بدنا نبلش. اوكي بدنا نبلش، بس شوي هيك تعرف. أوكي. هلا بعرف انه يمكن الليبستيك اخر شيء. اخر شيء. ايه بس اول شيء بنحط يل كونسيلر يل فاونديشن. فاونديشن. اوكي. which is with هيدا. ايه هيدا. كل شيء بيجي هيك فلات وسميك، فعرف انه هو اكثر للبيز للفاونديشن. لا كرمال البراند وهيك. وبحط الفاونديشن على البرش. ايه بتوزع شوي شوي على الوجه. اوكي. كل الوجه. ايه. الا تحت عيونك. الا تحت عيونك. اوكي. بس قولي لقد بحط. اوكي بس. بس بس. ايه. اوكي. اوه بتوزع على الوجه. ايه. سوري. شو عقدت تمام. اوكي. اول مرة. هيك عم بحس حالي a painter صراحة، artist. I know. حتى your nose ما هيك؟ ايه. اوكي. اوكي. لا فاونديشن كتير حبيت. ايده خفيفة، هلا انتو بتشوفوا عم يعمل هيك بس عن جد ما جد. اوكي. اوكي great. لك هنا.
هلأ next step شو بتقول؟ The next step is the concealer. Yes. هلأ بس تقول لك مرة أنا حطيت مش مرة يعني كذا مرة حطيت concealer for my videos بس مش أنا حطيت لإلي just points عملها. Okay. And I blend in with okay. By the way كان في مرة challenge on Instagram إنه شو هيدا فكل الشباب فكروا إنه it's something sexual رجعنا عرفنا إنه it's okay أوجهك لا okay سو حطينا الكونسيلر ولهلا كبيز عن جد عم بتفاجأ والله okay سو هلا بدك to fix الكريم إيه بدنا نحط باودر سو هيدا هو الباودر شو يعني to fix the cream يعني أنت هلا حطينا كريم بيز أوكي. بدك تحط فوق شيء تيضل ثابت على الوجه تيز عرقت صار شيء مي ابكي أوكي foundation. I didn't know this سو بدنا نعمله أكيد مع هيدا هلا مع هيدا بتستعمله تحت العيون هيدا أوكي باودر هيدا باودر تحت العيون تعمله بهاي بعدين بهيدا البراش بتقطع فيها على الوجه هيك يعني أوكي طيب هيك يعني لكينا التب منيحة هلا بي باودر بلاش براش طيب شو الفرق بين هيدا البلاش و لا براش سوري براش باودر اوكي ما بتكون دانس هاي اوكي هيدا هيك كمان هيدا هيك كثير بتجي كذا كمان هيك من فوق لتحت هيك بتقطعوا على الوش بنورمال ايه فكنت عم قلك انه انا بس حطيت كذا مره كونسيلر لانه كمل ايه من بعد الانفجار كان كله هون انا اسود يعني كنت كتير تعبان سو كنت ببلش جديد يوتيوب فكرمل هيك اما قالت لي انه احسن تحط عيونك شوي كونسيلر بخبر اكيد اوكي هلا دان هلا كل شيء اتس دان تبع القصص النيود شيدز يس هلا بدنا نبلش نعطي لون للبشرة كبير يعني؟ ايه كأنه هيك بدك تعمل كونتورينج للوجه بس okay. مش كريم كونتورز برونزينج اوكي سو بدك تستعمل هي حذر اي براش وايلد برونز جلو اي براش اي ثينك ذس وان عن جد؟ اوكي ما بقلي انا حبيت شكلها سو ذس از نايس هيك بتجي شوي انجل اوكي من النص هاي يلا ما تروح يعني نفس الشيء هنا بترجع بتنفضه شوي كمان ما يطلع باتشي بعمل هيك لا تنفضه اهم شيء بالميك اب يمكن ما حدا ينفخ على البراش لانه ما بتعرف الجيرمز اللي بالدم كرمال هاي سو هايجين حتى انتم بالبيت لو البراش لكم ما تنفخوا عليه تنفضوا ايفري وير طق 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 مثل السيجارات يعني اوكي طيب اوكي اوكي هعمل 5 اوكي شوي هيك اوكي وهيدا وين بدي اعمل your cheeks بس من تحت ولا من هيك صوب الدينة اوكي وهيك اوكي تغيرني كتير اوكي هلا بدك تخجلني وتحط لي بلاش ايه اوكي حمر لي خدودي اوكي هاف حتى هون دي اويت مات بريك اهم شيء ده بس كرمال اعرف شو بدي اعمل يامي سو اي واحد بلاش ها اكيد اوكي بلاش بلاشينج هارتس از ذا بلاش يس اوكي اوبفيسلي بس في كلت الوان بستعمل كلت مع بعض هيك وكمان لازم انفضه اوكي والبلاش بس هون فوق اوكي بلاش فيك تحطه كانه عم بتضحك بس تشقله شو لفوق كرمال تبين انه انا ليفتد فيس اوكي يلا لازم اقويها شوي حبيت هيدا انا بحب البلاش الريحه طيبه لا للحواجب دقيقة قبل شوي لأنه pump and set brow artist اوكي هيدا هون مثل الكامب بس شو فيها جل
مثل الجل بيثبتهم. اوكي. ما بعتقد it's the easiest thing. اوه واو واو شو فرقت نو؟ ايه انا عم بعملها لفوق نصه وتاني نص لبرا. ايه 100%. ايه. ايه this is so easy. على فكرة كتير عارف يعملون انه حدا غير يمكن كان عاملهم كلهم فرد اتجاه بس انه برافو. لكن لانه انا عندي small comp هلا بعمل ما عندي كتير beard يعني بس بعمل هولي so معود يعني I think this is the easiest part for a man to do لانه مثل ما قلت لك للبيردز وهيك كلهم بيعملوا. ايه 100%. هلا اي شادو. اي شادو. بس نقبن هون 2 باليتس. حطيت له الميركوري ريتروجريد من هدى بيوتي وحطيت له النوتي باليت من هدى بيوتي. كمان هدى بيوتي؟ يس. بتعرفي اختها لهدى عندها فريجرنس لاين؟ اي نو كيالي. كثير حلو. من كلمة خيالي. بيقولوا انه عندها فانيلا كثير حلو. الفانيلا تبعولا. اوكي ولا مره انا مجرب انا مجرب الاكسير حبيت صراحه خليني بس شوف الثاني كمان وهي الثاني لا I'm gonna go with this palette كثير سمري اكثر ايه هلا we're summer هلا لاني كلابسه كمان اسود سو بركي بنفتح شوي هيك شوي بدك تحط اي لاينر تحط شيء خفيف اول شيء لازم احط اي لاينر لا هلا اول شيء اي شادو هول الاي شادو براشز الاسانسيال يعني كأنه حياة بس بدك تستعمل؟ فيك تستعمل قد ما بدك اوكي بس هيدا اوكي اي اوليك؟ ما بعرف guys which one I'm gonna pick هيك randomly this one خلص حنقي التاني حنقي نابولا اوكي نابولا this is nice بس بعمل هيك هلا هيدا لأن شي موري فيك كمان تحطه بس بعد مالي إذا بهاي؟ اوكي بحلون كله عيونك ايه؟ انه هيك بس هعملها هلا لازم تحطوا شوي كورن عشان شمر منه مات ايه شو لازم حط؟ يعني هيك على الكورنر شوي خفيف اوكي بيض؟ ايه بس اتس نايس باي ذا واي دقيقة لو حط هون اكثر من جوا وهيك بعملها فيد اوت I think it's it looks really nice. هلا بتشوفي دقيقة خليني أخلصها. هيك. عن جد it's nice. No guys. حبيت. No. هيك شيء بنعومة يعني. يعني من جوا بس خليني زبطها شوي. ترجعي أنت إذا بدك ترجعي بتزبطيها. شوي عم بقويها و that's it. Wait. Okay. بس شوفي إذا it's they're the same. إيه. نو؟ يمكن تلبق مع هيدا هاي ولا ما بدي غمقها يمكن يمكن الاوف بلانس شو اوف بالانس اوف بالانس او ليبرا ليبرا انت شو برجيك سكوربيو يعني من بعد ليبرا انا توريس هلا توريس بيتفق مع الكل سكوربيو بيتفق مع ليبرا بتعرفي مع الايه هلا بنشوف اذا بيتفقوا مع هلا بنشوف اذا بيطلع حلو يعني اوكي فساب جماعه الليبرا يلا او صارت كثير ايه هون ايه او هيك انت عامل ايزي اوكي يلا بس من فوق بعملها ايه او هيك على الطرف اوكي طلعي فيه ايه شوفي نو لا بلا نايس هلا ازستارت يعني اول مره ايه حلوين الالوان كمان لا على فكره كاول مره بحط ميك اب جايز كثير حلو عن جد حبيت حتى الالوان هيك بينك مع بيربل طلع كثير هيك سمر ايه سو استعملنا ليبرا ونابولا من عم بعمل دي اي ميركوري ريتروجريد من هدى بيوتي اوكي هلا عملنا العيون فيني ما احط اي لاينر فيك ما تحط اي لاينر لانه ما بدي انزع الميك اب اوكي سو فيك بدل ما تحط اي لاينر انا هيك بعمل بس ما بدي انزع لانه ما بعرف احط اي لاينر مش ما بعرف انا كثير برجف تقدر احط اي لاينر سو فيك بشيد اغمق تحط بهيدي وتغمق شوي فوق من تحت اوكي اوكي اي ويل دو ات من زيت ال باليت ما هي؟ ايه او فيك تستعمل التانية انا ما بحب الموف انا باي ذا وي فيك تستعملها هيك هيك؟ انا ما بحب الموف
بس ما بعرف ليه هلا حسيت هي بهيدي الباليت بتحببك بالالوان على فكره. لانه مره قلت لك انت كنت حاطه ليبستيك موف، ايه. كنت لابسه بلو الكوستيوم يعني، سو كثير حبيتها. سو لازم نحن كنا نشتغل سوا. يس. كنا اثنيناتنا مضيفين طيران، صرنا اكس مضيفين طيران. يس. اوكي بدك تسكري عيونك؟ ايه صح. اوكي. لك ان تطلعي فيها اكثر. ايه يا بدي بعد لان اوكي شوي ايه هيك بتكون بلاند اكتر. اعطى هيك افه. كنت حاطت اسوارة مشمس؟ ايه رجعت زبطه لانه صار كتير ضيق علي. ايه انصحت كيلو. ايه good for me، انا بنبسط. yes. ايه جايز بانفجار بيروت. سابوه روح اجري الاثنين. سو قعد فترة طويلة بالتخت. سو yes. خسر وزن وخسر من عضلات اجري كتير. yeah. بس thanks god انه سابوه قدر يطلع الف سلامة وخير من انفجار بيروت ويرجع يمشي. يس من هونيك بلشت. بلشت اول شيء كنت اعمل تيك توك بس اكتر كوميدي. سو بلشت افكر انه بدي مش علم الناس بس as in شو انا تعلمت to inform people انه انا شو بعرف عن perfumes وهيك اعطي رأيهم وهيك. ورجعت بلشت يوتيوب كمان. ايه اكزاكتلي. كتير على فكرة كتير من اللبنانية بعرفهم ومني وجر بعد انفجار بيروت اخذنا قرار انه مش حنقبل الا ما نعمل قصص نحنا بنحبها ونساعد فيها غيرنا، لانه يلي صار بالانفجار كان كتير صعب على كل ال اكيد على يعني كل يوم في كيسز. ايه. وهلا مرق السنة او المو اكتر كمان. امبارح ماتت وحدة من 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 انفجار بيروت. امبارح توفت وحدة. نحنا جايز اليوم تقريبا 6 شهر من يومين 6 أغسطس من يومين كان ذكرى السنة تبع الانفجار بفور. ماتت مرة كان لها كوما 1 year. ماتت بعد 1 year بنفس النهار. كان شيء عن جد لا بالعكس نو بالعكس بس anyways we should move forward with our lives. نشوف شو الأساس اللي it's important to us and to follow our dreams. أنا كرمال هيك بلشت ال channel هيك to have fun. It was therapeutic صراحة. ايه exactly. تلاقي حالك تتسلى تعمل قصص. أنا بتعلم قصص كيف ال digital world واحد بدي اتصار وما بدي أقوي أكتر. ايه لا حلوين هاي جايز. لأنه لبسة أسود وإلا اخترت غير قصص. خلصنا العيون. ايه بس في شي ناقص بالعيون؟ في شيء ناقص بالعيون؟ شو في ناقص بالعيون؟ أنا مسخرة ماسكارا سوري. لقيت له ماسكارا ما بتفتح مثل غيره. فأنت نشوف إذا حيكتشف كيف تفتح. لوست إن أمالفي كتير حبيت الاسم. إيه. إس كيكو ميلانو. أوه أوكي مرة جبت لأمي قالت لي كتير عم تداين بس ما بعرف إذا مش هيك بيفتح. أنا قلت لها ما حيفتح ما حيعرف يفتح. I press it. اوكي فخفت فكرت كسرت الماسكارا. هيدي الماسكارا ايزي بتكبسوها وبتفتح ما بتعرفكم تبرموا، وخصوصا الماسكارا ايام بيعلق من برا الجل تبع الماسكارا سو بتصير تعذبكم. هيدي بترتاحوا وهيدي هي ريشتها. لا حبيت الاسم انا. لوست ان امالفي في برفيوم توم فورد ماندارينو دي امالفي على ماندارين. يس انت يمكن ما تحبيها كتير لانه سوبر فيرست سيتريك و تحسي كل الاسيديتي. اوكي وتحت اكيد لازم اعملها كمان. بعرف ولا على فكرة ما بعذب كتير بالماسكارا. انا؟ في عالم بتخاف حدا يحط لها ماسكارا. لا عندي يعني هيدا الفيجن سو انه وين عينك وهيك. دقيت عينك لا اوكي دون ما بدي كتير قوية لأنه عم بقول إنه ايه هي بدي أصلاً تكون شوي كاجوال. نعم سكرت. ايه. سكرت. اوكي سو خلصنا للعيون جايز. ليكو عن جد حلو على فكرة عن جد كأول مرة عم بحط ميك اب كتير حلو كتير حبيت. أول مرة ماتة عن جد أول مرة ماتة وحبة وأول مرة ميك اب وحبة. بكرة بنشوفه ميك اب ارتست.
اوكي شو هاي؟ هلا هو كونتور للشفاف، بس قبل ما تحط كونتور فيك تحط هايلايتر للشفاف؟ لا للوجه. اوكي هيدا من ناتالي بيوتي، هي بنت لبنانية عاملة براند ميك اب. بعرفها. بس كثير قوية. هلا الهايلايتر شوف قد ايه حلو. هيدا هو سينس شيز لبنانيز، خلينا نعمل لها شوية دعاية أكثر هيك بشيد ليتشي. لا أكيد لازم نشجع بعض. لا الهايلايتر بعتقد بحطه هون. ايه شوي هون على اصبعك بتحطه. لانه بتعرفي على الطيارة كانوا كتير البنات يعملوا ميك اب سو كانوا يحكوا. سو اي ثينك وين وين هون؟ ايه بس حط على اصبعك شوي كمان ما يطلع هيك. هي الاصبع؟ ايه هيك؟ ايه وقطعوا على مخارج. هون هيك؟ اوكي بالنص وبعتقد هون كمان. سوري. اتس فاين. عم بزعجي؟ على فكرة ايده كتير خفيفة جايز ما بتصدقوا قد ايه. انا متفاجئة. ايه شوي. حطينا الهايلايتر، هايلايتر خفيف مثل ما شفتوا، والميك اب اوفر اول بيعقد. هلا بدنا نحط الليبستيك. بدك جلوسي ولا بدك مات؟ هلا اجمالا بس العيون يكونوا جليتري، شو بيحطوا؟ ما بتفرق، حتى الجلوسي اللي عندي منه كتير جليتري فبيجينا. لا فضل هول الجلوسي. اي واحد. هلا في هول الاربعة، هول من فانتي بيوتي. كمان فانتي كتير حبيته لسيبو ونزلت برفيوم. ايه حينزلوا برفيوم بعد كم يوم يعني باوغست حينزلوا، يعني بلشوا يعملوا هلا الدعاية. يس فعملوا فولو لسيبو لانه ان شاء الله سون حيجيب الفانتي برفيوم ويعطيكم رأيه فيه. يس حعمل ريفيو بعتقد ليك. هلا ما بعرف هلا لا هيدا لا لانه مش مع عيونك. I'll go with this. اوكي بدك تحط فيه كونتور، فيك تحط نيو دي كونتور للشفاف. ليه شو بيعملوا؟ بيحددوا حدود الشفاف. لا ما بدي. بس ما عندي سبب ليه سو خلص. شم ريحته شو حلو. من جد كتير حلو ريحته. ليه بحطوا ريحة؟ كرمال اذا انا مش فاهم. اوكي تحت منخارك. واو very smart move by the way. اول شيء تحت فوق. تحت اوكي. Spying by the way. عم لون. عن جد حبيت. ايه this is حتى نقى الجلوس يلي بيجي نيود كمان ما يعمل بوب الوان على شوفي كمان. سو بنقول له انه اليوم بنحط له للميك اب 10 على 10. اول مره بحط ميك اب لازم احط له اكثر من 10 على 10. وجايز اعطوني رايكم بالميك اب. ايه اذا حبيتوها إذا لا ايه بليز تعرف كرمال نكست تايم كرمال يعرف انه اذا بده ياخذها كارير وايز شو لازم يعمل. لا ما بياخذها كارير وايز بس انه بس انت بدك تعملي ميك اب وما على بالك ما لك جلاده دغري انا عم مون كولوي. اوكي سو جايز ميرسي كثير 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 للمشاهده وثانك يو كثير انكم وصلتوا لهون وعم تحضروا. اذا بعد ما اشتركتوا بالقناه اشتركوا هلا، شغلوا جرس النوتيفيكيشن واشتركوا بقناة سيبو كرمال تعرفوا أكتر عن البارفانات وشو بتحبوا تشموا وعن جد كل برفيوم شو فيها. وتابعونا على السوشيال ميديا انستغرام تيك توك، نيناتنا كتير اكتف، هحط كل السوشيال ميديا تبعنا تحت بالدسكريبشن، فوتوا عليهم واحد واحد وتابعونا لأنه نحن كتير مهمين. وتانكيو كتير كتير وعن جد بحاجة لتشجيعكم ويور فولو يور سبسكريبشن. تانكيو كتير. باي جايز. باي جايز. لوف يو. تشيرز. حب المتة.